السلام عليكم، صباح الخير. الحين طبعا صار عندنا سواقة الحريم، لكن اللي محيرني الحقيقة اللي هو عدم وجود دورات مياه بالطرق للنساء. طبعا الرجال يعني سهل الأمور هذه عليهم، ممكن يقف عند مسجد دورات مياه الله يكرمكم، أو بنفود أو بأرض فاضية، ما عليه الرجال يعني دو يمشي حاله بأي مكان. لكن مشكلة الحرمة الآن اللي بتسوق، يعني لازم بعضهم يحتاج إلى الله يكرمكم إلى دورة مياه. فأنا يعني أهيب بالبلديات إنها تلزم مثل المحلات الكبيرة زي مثل كارفور، مثل هيبر بند، مثل العثيم، مثل ذا، إنه يحطوا في المواقف هذه دورات مياه نسائية خاصة بالنساء، وبعدين يوضع بجميع الحدائق اللي على الطرق العامة برضه دورات مياه خاصة بالنساء، وبرضه في المواقف الخاصة يعني، يعني يكون بالعربي، يكون في أي طريق، يعني إنه يكون هناك دورة مياه خاصة بالنساء. فهذا حقيقة إنه هذه مهم موجودة يعني الصراحة، ولا بد ان يعني السائقات يحتاجن الى دورات مياه. يعني مو معقولة انه يعني تروح مشوار من هنا ولا من هنا ولا من هنا. فهذا طبعا يكون من امور الحياة انها تحتاج الى دورة مياه. فالرجال ما عليه يعني مشكلة، يعني الرجال يرفع ثوبه بأي مكان وعلى ما قال وانتهى الموضوع. لا، فأنا أهيب بالبلديات، والحقيقة موضوع مهم صراحة جدي، يعني موضوع مهم جدي إنه إقامة دورات مياه في كل طريق، سواء مواقف تلزم الشركات الكبيرة مثل هيبر بند وكارفور والثيم والشركات الأخرى. الحين كثير وجد كثير من المواقف أمام الشركات، كثير من المواقف إنه تلزم إنه يوضع دورات مياه بهذه المواقف نسائية خاصة بالنساء. أرجو أن يعني يجد هذا الكلام صدى لدى الجهات الرسمية. تحياتي وشكرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.